We're gonna talk about the anti-parallel elongation of the DNA new strands. رح نحكي عن نوعين من ال new strands اللي ممكن يطلعوا معنا. النوع الأول اللي هو leading strand والنوع الثاني اللي هو lagging strand. leading strand هم ال strands الحلوين اللي ما بيغلبوا اللي دغري ماشيين. أوكي. ال lagging strands هدول ال strands بيغلبونا رح يطلع معنا كتير فراغات فيهم ولازم نسد هاي الفراغات وعملية يعني الشغل عليهم رح يكون أطول وأكثر من ال leading strand. فقبل ما أبلش أحكي عن هدول ال two types of strand لازم نعرف خاصية كتير مهمة لإنزيم ال DNA polymerase اللي هو الإنزيم اللي شغال حاليا بعملية ال elongation. ف DNA polymerase عم نحكي عن DNA polymerase 3 now اللي هو موجود في الإيكولاي اللي هو بيشتغل في عملية ال elongation. ال DNA polymerase 3 هاد مميز بإنه يقرأ ويكتب ويدقق. أوكي. It reads, it writes, it proofreads. أوكي. يعني بقرأ وبكتب وبدقق. شو يعني يقرأ ويكتب ويدقق؟ يعني أنا لو عندي هاي البيرنت دي ان اي ستراند، هاي التمبلت ستراند تبعتي، أوكي؟ وهلا أنا بدي أبلش أبني نيو ستراند، تمام؟ لنفرض إنه الدي ان اي التمبلت عليها القواعد النيتروجينية أدينين، جوانين، ثيامين، جوانين، جوانين، أو لا خلينا نحط اشتان غير الجوانين هون، سايتوسين، أدينين، جوانين، ثيامين. أوكي؟ وهون أنا عندي الاتجاه من 5 برايم ل 3 برايم. أوكي؟ هلا الإنزيم الـ DNA بوليمريز 3 بده يبلش شغله، ولكن بيحكي لك أنا عندي شرطين حتى أبدأ بالشغل. أول شرط إنه يكون عندي تمبلت ستراند، والشرط هذا متحقق. أنا عندي هون تمبلت ستراند، أنا عندي ستراند قديمة، بيرنت ستراند، أوكي؟ تاني شرط تبعه إنه لازم يكون في برايمر، بقول لك أنا ما برضى أشتغل إلا لما يكون عندي برايمر، فبيجي إنزيم البرايميز الرائع بيروح بيعمل لي قطعة هون ببدأ بـ 3 برايم، وبيعمل لي قطعة من الـ RNA، أو نو عفوا لازم يبدأ من 5 برايم. من هون يعني حامل قطعة. طيب خلينا معناته نعكس هون، نخلي هون هي 3 برايم لغايات الشرح، أنا عكستهم 5 برايم لأنه أنا لازم يبلش الإنزيمات تبني من الاتجاه 5 برايم ل 3 برايم، فأنا عشان أحقق هذا الإشي غيرت شوي بترتيب القطع. أوكي، هون حكينا عنها ثيامين، هون 3 برايم، وهون 5 برايم. أوكي، هلا الإنزيم هاد البرايميز حكاله للدي ان اي بوليمريز تكرم عينك انا بعمل لك قطعه برايمر. شو بروح بعمل هي قطعه البرايمر؟ بروح بحطهم مقابل 3 برايم، بروح بحط 5 برايم مقابل الادينين، بحط ثيامين، لا ما بحط ثيامين. ليش؟ لانه احنا بنعرف انه الار ان اي ما فيه ثيامين، فيه بدال الثيامين يوراسيل. اوكي، فالار ان اي اذا عندي المفروض انا احط بدالها تي، ولكن انا لازم انتبه بالامتحان، انا عمالي هون عم ببني برايمر. اوكي، فالبرايمر ما فيه ثيامين، فيه بدال الثيامين يوراسيل، فاليوراسيل بالار ان اي هو اللي بيربط مع الادينين. اوكي، قدام الجوانين بحط سايتوسين، قدام الثيامين بحط ادينين، هون سايتوسين، وهون جوانين، وهون يوراسيل، وهون سايتوسين، وهون ادينين. اوكي، فهي برايمر من ال RNA، وبروح بحط هون 3 برايم، خلاص وخلص شغله البرايميز. اوكي، هلا دور شغل ال DNA polymerase 3. اوكي، هلا انا بدي اكمل هون بناء كمان قواعد نيتروجينيه عشان اكمل شرح. اوكي، هلا انزيم ال دي ان اي بوليمريز بده يجي كمان هلا يضيف قواعد نيتروجينيه ثانيه جديده على ال 3 برايم اند تبعت قطعه البرايمر. فهون بيروح بفك ال 3 برايم اند، اوكي، وبيبلش يضيف عليها. فانا بدي ابلش اضيف هون، شو بدي اضيف؟ ادينين، شو بيجي مقابله؟ ثيامين ولا يوراسيل احط؟ لا هالمره بحط ثيامين.
ليش ما حطيت يوراسيل؟ لانه انا خلصت بناء قطعه الار ان اي، خلصت بناء البرايمر، اوكي؟ فانا هلا عادي عم ببني دي ان اي عمالي، فهون بحط ثيامين مقابل الثيامين بحط ادينين، وهون عندي سايتوسين، جوانين، ثيامين، جوانين، الخ لحد ما اخلص عمليه الدي ان اي ريبليكيشن. هون بحط 3 برايم، وهيك خلص شغل الدي ان اي بوليمراز 3. اوكي، هلا قطعه الار ان اي هاي بس اخلص شغل كامل لازم يتم استبدالها بقطعه دي ان اي، وبيجيني انزيم رائع بيجي بيستبدلها بقطعه دي ان اي زي ما رح نشوف لاحقا واحنا بنقرا بالنص. اوكي، فلحديت هون هاي الفكره لازم تكون كتير واضحه معاكم، انه انا عم بعمل انتي بارلل الونجيشن او انتاي بارلل الونجيشن. اوكي، يعني ال3 برايم بيكون مقابلها 5 برايم، وال5 برايم تبعت التمبلت تبعت البيرنت بيكون مقابلها 3 برايم. متى ما صارت هاي الفكره واضحه عندكم انا بقدر انتقل لاحكي عن الليدنج اند لاجنج ستراندز. فهلا انا بدي السايز تبع المحايا اكبره ولا بكبرش اكثر؟ اوكي، هلا احنا هون بدنا نبلش نحكي عن ال دي ان اي الونجيشن كيف بصير بالتفصيل. يعني انا الرسمه اللي رسمتها هي كثير بسيطه عشان اوضح المبدا الاساسي واراجع المبادئ اللي حكيناها في الفيديو السابق. اوكي، هلا بدنا نرسم ليدنج ولاجنج ستراندز. اوكي، فهون هي محينا اللوح. اوكي طيب، هلا انا بدي ارسم تو ستراندز من البيرنت دي ان اي، تمام؟ هي هم كثير كبار رح ارسمهم لانه انا بدي اكبر الصوره اصلا. هي الاولى وهي الثانيه. طيب هلا احنا بنتفق انه اذا كان عندي هون 5 برايم معناته انا هون عندي 3 برايم، وهون رح يكون عندي 5 برايم، وهون رح يكون عندي 3 برايم. اوكي، هلا عشان اعمل الريبليكيشن بابل، عشان اجهز لعمليه الدي ان اي ريبليكيشن، لازم يجيني انزيم الهيليكاز يفصل لي الستراند عن بعضيهم ويعمل لي ريبليكيشن بابل، صح؟ لازم يعمل لي فقاعه. فانا هلا بدي ارسم فقاعه كثير كبيره. ومن هون كمان فقاعه كثير كبيره. اوكي، اه هاي فقاعة. اوكي، انا هيك وهيك، هاي ريبليكيشن بابل، وعلى اطرافها عندي زي حرف الواي مثل ما اتفقنا، عندي ريبليكيشن فورك، صح؟ هاي ريبليكيشن فورك اللي من عندها بفصل الدي ان اي عن بعضه، تو ستراندز عن بعضيهم. طيب هلا انا بدي ابلش شغل، بدي اقسم هاي الببل اللي عملتها لقسمين بالنص هيك عشان اوضح شو يعني ليدنج وشو يعني لاجنج ستراندز. هذا الاشي اللي بصير فعليا جوات الدي ان اي لما يصير في ريبليكيشن، بنتج عندي نوعين من الستراندز، اشي اسمه ليدنج واشي اسمه لاجنج. لاجنج هلا انا بدي استكشف معاكم مين هي الليدنج ومين هي اللاجنج. اوكي، خلينا نطلع. هلا انا لاني قسمتها للبابل معناته رح يتغير عندي شوية شغلات. يعني اذا هون عندي 5 برايم في نهاية هذا القسم كامل رح يكون هون عندي ال 3 برايم، هون قبل الخط حطيتها هاي ال 3 برايم تبعت ال 5 برايم اللي هون. اوكي، هيها 3 برايم. اوكي، هلا من هون عندي 3 برايم مقابلها 5 برايم رح يكون عندي من هاي الجهة. ليش فصلتهم انا هيك؟ عشان بدي افصل هلا الليدنج عن اللاجنج ستراندز. اوكي طيب، وهون نفس الشيء، اذا هون عندي 5 برايم معناته هون عندي 3 برايم، واذا هون عندي 3 برايم معناته انا هون عندي 5 برايم. اوكي طيب،
هلا احنا بدنا نبلش نعمل دي ان اي ريبليكيشن. لازم نعرف انه انزيم الدي ان اي بوليمراز يقرا ويكتب ويدقق. دائما الدي ان اي بوليمراز بكتب بالاتجاه من 5 برايم ل 3 برايم ويقرا بالاتجاه من 3 برايم ل 5 برايم. شو يعني يقرا؟ يقرا يعني بيقرا شو اللي موجود عندي على التمبلت، بيقرا شو اللي موجود عندي بالتمبلت. اوكي طيب شو يعني يكتب؟ يكتب يعني بيكتب لي بيرسم لي دي ان اي ستراند جديده. تمام. سو اذا انا عندي هون اوكي سو اذا انا عندي هون 5 برايم وهون عندي 3 برايم اوكي وهون عندي 3 برايم. هلا الانزيم لاحظوا انه انا هون بالنص محل ما طلعت الريبليكيشن بابل، هذا مكان الاوريجين اوف ريبليكيشن، يعني انا رح ابلش شغل من النص وامشي للاطراف لانه الاوريجين اوف ريبليكيشن عندي اياه بالنص. اوكي فانا لازم ابلش اقرا من جهه ال 3 برايم عشان يقدر الانزيم يكتب من 5 برايم. سو انا الانزيم هذا بده يقرا ويكتب ويدقق، انزيم الدي ان اي بوليمريز، فمقابل ال 3 برايم بروح الشاطر بحط 5 برايم. اوكي خلينا نغير اللون اصفر. اوكي هلا بده يبني الستراند الجديده، بيمشي 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 فيها ما في مشاكل، هو عم بيمشي بالاتجاه الصح من 5 برايم ل 3 برايم بيمشي ويقرا من 3 برايم ل 5 برايم. فهو هلا عم بيمشي من 5 برايم مشى 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 ل 3 برايم. ما في اي مشاكل بهي الستراند، فهي بيطلقوا عليها اسم leading strand. ليش leading strand؟ لانها ما بتغلب. اوكي يعني خلص اتجاهها واضح من يعني الانزيم بلشنا احنا من 3 برايم نقرا 3 برايم اللي عندي الاوريجين اوف ريبليكيشن وحط قدامها 5 برايم وبلش الالونجيشن بالاتجاه تبعه تبع النيو ستراند من 5 برايم ل 3 برايم. اوكي يعني بلش من 5 برايم يبني بالستراند الجديده وانتهى عندي 3 برايم. فهي leading strand، هي الستراند ما غلبتنا بالمره فبسميها leading strand. طيب وين في كمان عندي leading strand؟ عندي leading strand تانية هون، هيها 3 برايم بحط قدامها 5 برايم. مزبوط الانزيم مرتاح هيك، حط قدامها 5 برايم. هلا بدي يمشي 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 بالاتجاه من 3 برايم عفوا بالاتجاه من 5 برايم ل 3 برايم. اوكي فاذا برجع باكد انه هو الانزيم عم بقرا من 3 برايم ل 5 برايم ولكنه بيكتب من 5 برايم لثلاثة برايم. اوكي تمام. فهو بيعمل addition للنيو نيوكليوتايدز in the direction of 5 برايم to 3 برايم، هو بضيف النيوكليوتايدز جديدة بالاتجاه من 5 برايم لثلاثة برايم. فهي الثانية كمان برضه leading strand. اوكي هلا مين اللي رح يغلبونا؟ التنتين اللي ضلوا. ليش رح يغلبونا؟ خلينا باللون الاحمر او بلاش اللون الاحمر. هلا كمان قبل ما اكمل هذا الحكي، انا بعرف انه بالليدنج ستراند، حتى بالليدنج ستراند انا بحتاج قطعه من الار ان اي برايمر، صح؟ انا هون ناقص نسيت ارسم البرايمر بالرسمه تبعتي. فهون دائما البرايمر موجود يا جماعه، اوكي؟ انا ما نسيت البرايمر، اوكي؟ طيب هلا بدي ابلش بالستراندز اللي ضلوا، خلينا نبلش بهي. هلا الانزيم مجبور دائما يبلش من 5 برايم، يبلش كتابه من 5 برايم. بس هون لقى بوجهه عند الاوريجين اوف ريبليكيشن لقى الخمسة برايم محطوطة على التمبلت، فهو مجبور قدامها يحط 3 برايم. طب هيك بصير يمشي بالعكس بالاتجاه من 3 برايم ل 5 برايم بصير يمشي. هذا الشيء مرفوض، ما بيرضى، ما بيقبل فيه الانزيم. اوكي مرفوض لانه مش هيك شغله الانزيم. فبيروح شو بيعمل؟ بيروح بيحكي طيب انا بدل ما اغلب حالي الغلبة هاي 5 برايم عندي، بروح بفشق عنها شوي وببلش من هون، بروح بحط الخمسة برايم تبعتي من هون. ليش حط الخمسة برايم من هون؟ لأنه أنا كل ما قطعت الدي إن إيه اللي هون هي بالأخضر، هون إذا كانت عندي خمسة برايم معناته هون أنا عندي الثري برايم بالنسبة للخمسة برايم هاي. أوكي؟ وهون رح يكون عندي كمان ثري برايم بالنسبة للخمسة برايم الأولى وهكذا. فأنا كل ما أقطع قطعة من الدي إن إيه أنا بنتهي بثري برايم. شو قصدي بثري برايم؟ لأنه على الكربون رقم ثلاثة من السكر بيكون عندي أو إتش، فسموها ثري برايم إند. أوكي
عشان هيك قصدي يعني انا كل ما اقطع الدي ان اي من جهه انا عمالي عم بقطع الرابطه ما بين الاو اتش جروب تبعت السكر والسكر اللي بعديه اللي بده يرتبط فيه. اوكي عشان هيك انا كل شوي برجع بحط 3 برايم. اوكي لانه انا عند هذا المكان انا بقطع. اوكي فهو بيروح شو بحط هون بيروح ببني لي برايمر صغير وبعدين هاي بالزهر رح اكمل اللاجينج بيمشي لهون هاي ال 3 برايم تبعته اوف. طب هو هيك مشى بالعكس وما عمل ليش ريبليكيشن الا لقطعة صغيرة. طب شو اعمل هلا؟ بيروح مرة تانية بيبني من هون برايمر جديد بحط هون 5 برايم وببني لي برايمر جديد بعدين بكمل هاي 3 برايم. خلصنا؟ لا ما خلصنا. بروح ببني كمان هون بروح ببني كمان هون 5 برايم ببني برايمر جديد وبيجي الدي ان اي بوليمريز بكمل عليه بروح كمان بيجيني برايمز تاني ببني لي برايمر جديد عشان الدي ان اي بوليمريز يكمل عليه كمان. سو هون كمان 5 برايم هيو برايمر جديد وكمل عليه البوليمريز كمان عندي 5 برايم هون وكمل عليه البوليمريز. اوكي كمل على البرايمر البوليمريز. اوكي فانا هون هاي اسمها غلبتني هاي كتير بدها اكتر من برايمر مش برايمر واحد فهي لانها غلبتني اطلقت عليها اسم شو لاجينج ستراند. لاجينج ستراند اصلا كلمة لاج تعني انه صار في فراغ لما احكي لاج تايم يعني صار في وقت ما عم نعمل فيه اشي. اوكي زي هيك لاجينج عشان هيك اسمها لاجينج ستراند لانها بتغلب. اوكي فاللاجينج ستراند هي اللي بتغلبني. الليدينج ستراند شايفين ما احلاها خط واحد ومشت واحتاجت برايمر واحد بينما اللاجينج ستراند احتاجت اكثر من برايمر. نفس الاشي هون نرجع نرسم عند الثانية هون هون عندي 5 برايم مقابلها بدي احط 3 برايم ما بنفع بستنتج انه ما بنفع امشي بالاتجاه من 3 برايم ل 5 برايم فبروح خلص بيقول خلص بمشي شوي لهون وبحط هون 5 برايم لانه انا هون اصلا عندي بالمقابل 3 برايم رح يكون 3 برايم هاي الحمراء الجديدة بالنسبة لل 5 برايم الخضراء. اوكي فبروح بحط برايمر وبيجي الدي ان اي بوليمريز بيكمل هيك سيم زي ما صار باللي قبلها رح يصير هون. اوكي هون عندي شلون بدي تزبط هون عندي 5 بمشي شوي مشيت كتير وبيجي الانزيم بيكمل عليها وهكذا نفس اللي عملناها فوق فبصير عندي لاجينج ستراند تانية. هلا باللاجينج ستراند او هلا كيف بدي احل هاي المشكلة انه صاروا عندي قطع هاي القطع شو بسميها اوكازاكي فراجمنت. اذا هدول القطعة الوحدة شو بطلق عليها اسم بطلق عليها اسم اوكازاكي فراجمنت نسبة للعالم الياباني اللي اكتشفها فهي اسمها اوكازاكي فراجمنت. اوكازاكي فراجمنت اوكازاكي فراجمنت نسبة للعالم اللي اكتشفها. اوكي هون عندي زد اوكازاكي فراجمنت. اوكي اوكازاكي اوكي طيب فاذا عندي الاوكازاكي فراجمنت فالاوكازاكي فراجمنت هي القطع اللي بتنتج باللاجينج ستراند. اوكي هلا الاوكازاكي فراجمنت هدول لازم بالنهايه يربطوا ببعضهم لانه انا بدي ستراند كامله بالنهايه فبيجي اول شيء انزيم الدي ان اي بوليمريز 1 انزيم الدي ان اي بوليمريز 1 بيجي بيستبدل القطع البرايمر اوكي اللي تم تصنيعها بقطع من الدي ان اي هي اول خطوه عشان الزقهم ببعض. اذا اول شيء بدي استبدل هدول الحمر بقطع دي ان اي عشان لازم يكون انا عندي دي ان اي حتى الزق دي ان اي بدي ان اي صح فلازم استبدل القطع هدول كلها لازم استبدل البرايمرز كلهم. اوكي بعد هيك بيجي انزيم اسمه اللايجيز انزيم اللايجيز بيروح بلزق القطعة هاي بالقطعة اللي بعديها.
اوكي. فاذا هون انا رح يشتغل انزيمين على هاي بهاي المنطقه. مين هم؟ اول انزيم اللي هو الدي ان اي بوليماريز 1 اوكي، زائد اللايجيز عشان يلزقهم ببعض. بس يخلص الدي ان اي بوليماريز 1 استبدال قطع الار ان اي بقطع دي ان اي اوكي. وهيك انتهينا من ليدنج اند لاجنج ستراند، وبقدر ارجع للنص اللي موجود بالكتاب سريعا سريعا اوكي. طيب هلا الانتي بارلل الونجيشن، as we have noted previously the two ends of the DNA strand are different okay. اذا النهايتين تبعون الدي ان اي ستراند اكيد different، فهذا الشيء بيعطيهم strand directionality like a one way street. فبقول لك احنا هون لما نكون هيك بالدي ان اي، انا هون عندي 5 برايم وهون عندي 3 برايم، فهذا الشيء بيعطيهم directionality okay. زي كاني عم بمشي ب one way street، كاني عم بمشي بشارع ما لهش غير اتجاه واحد. ولكن in addition، بالإضافة إلى the two strands of the DNA in the double helix are anti-parallel okay، meaning that they are oriented in opposite directions to each other، يعني اتجاههم معاكس لاتجاه بعض okay. فهذا الإشي زي كأني عم بمشي ب two way street، زي كأنك عم تمشي بشارع له اتجاهين عكس بعض بيكونوا الاتجاهين okay. فهون عمال بحكي لساته عن الDNA. Therefore the two strands therefore the two new strands formed during the DNA replication must be also in the anti-parallel to their template strands. حتى الستراندز الجديدة اللي عم بعملها خلال الدي ان اي ريبليكيشن لازم يكونوا anti-parallel للبيرنت ستراندز. The anti-parallel arrangement of the double helix together with the property of DNA polymerases has an important effect on how replication occurs. إذا بقول لك صفة الـ anti-parallel elongation تبعت الـ DNA زائد صفة الـ DNA polymerase، هاي الإشي بيجبرني إنه لما أعمل DNA replication رح ينتج عندي أنواع مختلفة من الـ strands، أوكي؟ Because of their structure, DNA polymerases can add nucleotides only to the three prime end of a primary growing DNA strand. إذا DNA polymerase برضاش إلا إنه يضيف nucleotides على three prime end تبعت ال primer مثل ما اتفقنا بالرسمة. Okay? Never to the five prime end. ما بضيف على five prime end ولكن يضيف على three prime end عشان الاتجاه النهائي تبعي بس أخلص يكون من five prime ل 3 برايم. Thus a new strand can elongate بتطول ال new strand بالاتجاه من 5 برايم ل 3 برايم direction only. إذا الاستطالة بتكون من 5 برايم ل 3 برايم direction و only من 5 برايم ل 3 برايم direction. So now احنا عنا ال direction إذا من 5 برايم to 3 برايم. With this in mind بدنا نعرف إنه أنا عندي بيطلع نوعين من ال strands. Along one template strand DNA polymerase Along one template strand DNA polymerase DNA polymerase 3 can synthesize a complementary strand continuously by elongating the new DNA in the mandatory 5 prime to 3 prime direction. نرجع بنحكي انه DNA strand او DNA polymerase لازم يكون اتجاه الاستطالة تبعه من 5 prime ل 3 prime direction. So DNA polymerase 3 remains in the replication fork on that template strand and continuously adds nucleotides to the new complementary strand as the fork progresses. إذا بيضلوا يمشي أوكي، وبعدين بتصير ال replication fork تتوسع أوكي، يعني بتصير تفك لي ال DNA اللي رابط ببعضه كمان، وبتمشي ال replication bubble وبيمشي معها ال DNA polymerase. The DNA strand made by this mechanism is called the leading strand. هاي اللي ما غلبتني أوكي. Only one primer is required for DNA polymerase 3 to synthesize the entire leading strand. احتاجنا بس one primer, okay? To elongate the other new strand of the DNA in the mandatory 3 prime to 5 prime 5 prime to 3 prime direction. هلا اللاجنج ستراند هي اللي بدها تغلبني، لأنه أنا مجبورة أمشي من 5 prime ل 3 prime direction. Mandatory mandatory يعني إجباري، okay? DNA polymerase 3 must work along the other template strand in the direction away from the replication fork. إذا هو ما بيمشي باتجاه الريبليكيشن فورك، لا يا حرام، بصير زي كأنه يبعد عن الريبليكيشن فورك، أوكي؟ زي ما إحنا رسمنا بالرسمة شفناه كيف عم بتغلب وبيمشي بالعكس صار، أوكي؟
عشان يضله ماشي بالاتجاه من 5 برايم ل 3 برايم. هلا هي بسميها اللي بتمشي بهذا الدايركشن بسميها اللاجينج ستراند، ان كونتراست تو ذا ليدنج ستراند، على عكس اللاجينج ستراند، على عكس الليدنج ستراند اللي ضلت ماشيه كونتينيوسلي بدون ما توقف بالمره، على عكسها اللاجينج ستراند السينثيسايز ديسكونتينيوسلي، يعني بتتقطع كل فتره از ا سيريز اوف سيجمنتس، يعني عبارة عن قطع. هاي السيجمنتس ايش بسميها؟ اوكازاكي فراجمنتس، اوكي؟ سموها عشان العالم اللي اكتشفها اسمه اوكازاكي، اوكي؟ The fragments are about 1000 to 2000 nucleotides long. اذا كل قطعة عبارة عن طولها قديش؟ 1000 ل 2000 نيوكليوتايد بالإيكولاي في البكتيريا and 100 to 200 نيوكليوتايد long in the eukaryotes، بتكون أقصر باليوكاريوت. إذا أوكازاكي فراجمنت، هي تاني فرق بين إيكولاي ويوكاريوت، بالإيكولاي بتكون الأوكازاكي فراجمنت من 1000 ل 50 ل 2000 عفوا، باليوكاريوت بتكون من 100 ل 200، أوكي؟ هلا على السريع نطلع على الرسمتين، هما زي اللي رسمتهم أنا بس إنها عشان ناخذ منهم الفائدة إحنا. هاي الليدنج ستراند، شايفين هون؟ هون ماسكين القطعة اللي هون اللي على الطرف هاد، بدهم يوضحوا لنا اياها. طبعا هاي الاوريجين اوف ريبليكيشن، شايفين ليش ببدا من النص؟ لانه الاوريجين اوف ريبليكيشن عندي اياها من النص، اوكي؟ فهون عندي هاي هل كانت 3 برايم ل 5 برايم القطعة هاي، فهون انا بحط 5 برايم قدامها وببني ار ان اي برايمر، اوكي؟ بعدين بيجي عندي الدي ان اي بوليمريز 3 بيكون معه سلايدنج كلاب، هاي سلايدنج كلاب عشان يسهلوا النموذج عشان يمشي الار الدي ان اي بوليمريز 3، اوكي؟ فبقدر يصير يمشي بالاتجاه من 5 برايم ل 3 برايم، فاتجاه التكوين تبع الدي ان اي بوليمريز من 5 برايم ل 3 برايم، وطبعا هدول عندي سنجل ستراند بايندينج بروتينز اللي بيمنعوا الدي ان اي ستراند من انهم يرجعوا يلتحموا ببعض، اوكي، عشان اكمل عمليه الريبليكيشن، وعندي الهيليكيز اللي عماله بفصل لي جديلات الدي ان اي عن بعض زي السحاب، اوكي؟ هون عندي البارنترال دي ان اي اللي هو البيرن دي ان اي اللي هو التمبلت ستراند، هاي الهيليكيز عماله بيفصلهم، فانا هون عم بمشي ما عم بتغلب لانه هي عباره عن ليدنج ستراند elongated continuously in the 5 برايم to 3 برايم direction as the fork progresses. كل ما هي ماشيه معي الفورك انا عم بمشي continuously، ما فيش شيء يقطعها، اوكي؟ اما اللاجنج ستراند يا حرام، هي اللي راح تغلبنا، اوكي؟ اللاجنج ستراند لانه اتجاه البرايمر، هي هم ماسكين القطعه اللي تحت من هون، اتجاه عفوا الاتجاه عندي البيرنت عندي الاتجاه 5 برايم ل 3 برايم، هلا مقابل ال 5 برايم بدي احط 3 برايم بس انا ما بقدر اعمل هالحركه، فبيجي انزيم عفوا بيجي انزيم البرايمر عفوا فبيجي انزيم البرايمز joins RNA nucleotides into a primer، اوكي؟ بيجي انزيم البرايمز، اذا شو بيعمل؟ بيعمل اول شيء هون قطعة برايمر من 5 برايم ل 3 برايم، بيمشي هيك يعني عماله، اوكي؟ انا عم بمشي هيك. بعدين بيجي هون بحط بقول لا ما بنفع امشي بهذا الدايركشن، بروح برجع بحط هون 5 برايم جديدة، بعمل برايمر جديد، اوكي؟ فعم بمشي هيك. فبيجي هلا مين؟ الـ DNA بوليمريز 3 بده يضيف النيوكليوتايدز هلا. فعماله برضو عم بيمشي بالعكس، انا ما عم بمشي باتجاه شوكة التضاعف، انا ما عم بمشي باتجاه الفورك، ريبليكيشن فورك يا جماعة هيك بتمشي، احنا عم نمشي عكسها قاعدين بالاسهم، اوكي؟ عشان هيك بتكون عندي اوكازاكي فراجمنتس عماله. هلا المشكلة بالاوكازاكي فراجمنت انه هم مش ملزقين ببعض، بصيروا قطع، مين اللي بده يجي يركبهم ببعض؟ بيجي انزيم الدي ان اي بوليمريز 1 it replaces the RNA with DNA، يستبدل ال RNA ب DNA adding nucleotides to the 3 prime end of a fragment 1، اوكي؟ بضيف النيوكليوتايدز لل 3 prime end of a fragment 1، قصده انه هو عم بيستبدل البوليمريز، هيك قصدهم، اوكي؟ عم بيستبدل البرايمز عفوا، اوكي؟ عم بيستبدل البرايمر، عماله يستبدل البرايمر، اوكي؟ طب هلا بضل بدي الزقهم ببعض، بيجي انزيم الدي ان اي اللايجيز الحلو هاد بيعمل بوند بين التو اوكازاكي فراجمنتس وخلص بلزقهم ببعض، فالنيو لاجنج ستراند از كومبليتد واتجاهها بيكون بالاتجاه من 5 برايم من هون لهون مشينا احنا معناته بالنهايه، اوكي؟ من 5 برايم لل 3 برايم دايركشن، فانا هون اذا عندي بالنهايه هون راح يكون عندي 5 برايم وهون 3 برايم، فانا اكشلي مشيت بالاتجاه هيك انا مشيت، اوكي؟ بينما الليدنج ستراند مشت هيك، تمام؟ بس المهم انا عمالي عم بعمل استطاله مع شوكه التضاعف، صحيح غلبتني بس عمالي ماشيه مع الريبليكيشن فورك صرت بالنهايه، اوكي؟
اوكي شايفين هون حاطين الاوفر اول دايركشن اوف ريبليكيشن، دائما لازم يكون مع الدايركشن تبع الريبليكيشن فورك. اوكي سو خلينا نشوف هلا هذا اخر شيء بهذا الموضوع. Whereas only one primer is required for the leading strand. Leading تحتاج one primer، ولكن الأوكازاكي fragments باللاجينج strand لا، كل أوكازاكي fragment إلها البرايمر تبعها. After DNA polymerase 3 forms an Okazaki fragment، بيجيني DNA polymerase 1 بيستبدل قطعة ال RNA nucleotides، بيستبدلهم ب DNA، بقطع DNA. ليش؟ شو الفرق بين RNA و DNA؟ إنه ال RNA السكر فيه رايبوز، بال DNA السكر فيه ديوكسي رايبوز. هي أول فرق. تاني فرق، ال RNA فيه يوراسيل، ال DNA فيه ثيامين بالمقابل. But DNA polymerase cannot join the final nucleotide of this replacement DNA segment to the first DNA nucleotide of the adjacent Okazaki fragment. هون يعني بيقول لك إنه DNA polymerase 1 ما بيقدر يركب الأوكازاكي fragments على بعضهم، بس خلص عملية الاستبدال قطعة البرايمر بقطعة DNA. فهم محتاجة إنزيم تاني اسمه DNA ligase to accomplish this task، عشان يعمل هاي المهمة. Joining the sugar phosphate backbones of the Okazaki fragments into a continuous DNA strand. فهو اللي بيركب السكر sugar phosphate backbone اوكي تبع الدي ان اي على الاوكازاكي فراجمنت الثانيه اللي حواليه. اوكي هلا احنا مين بنربط ببعض؟ بنربط ببعض لما بدنا نلزقهم ببعض، عمالي اربط sugar phosphate backbone، لانه احنا اتفقنا انه الدي ان اي زي السلم. اوكي هيك هدول اللادر sugar phosphate backbones، الرانجز هدول هم عباره عن القواعد النيتروجينيه. اوكي درجات السلم هم القواعد النيتروجينيه صح؟ فانا هون بلزق هاي الأوكازاكي فراغمنت الأولى، بدي ألزقها بالثانية، بلزقها من السكر فوسفيت باكبون. خلص هم لزقوا بعض هيك بيصيروا. أوكي synthesis of the leading strand and synthesis of the lagging strand occur concurrently at the same rate. اوكي بنفس السرعه بصيروا. اوكي مع انه lagging بتغلب اكثر. The lagging strand is so named. ليش سميناها lagging strand؟ لانه في delay. اوكي في delay يعني في وقت، في يعني زي كأني في فراغات، هيك معنى كلمه lagging انه في فراغ. Each new fragment of the lagging strand cannot be started until enough template has been exposed to the replication fork. عشان هيك هي بتغلب، بتقول لك يعني انت ما بتقدر تبني اوكازاكي fragment جديده لحد ما تعمل، لحد ما الهيليكيز يفصل الستراندز عن بعضيهم. اوكي طيب هلا احنا بدنا نشوف الفيجر وبدنا نشوف السمري تبعت الانزيمات اللي بتشتغل. خلينا اول شيء نشوف السمري، الجدول اللي عندنا كثير جدول حلو حاطين لنا اياه بالتشابتر. هي الجدول حاطين لي ايش هم البكتيريا الدي ان اي ريبليكيشن بروتينز، ايش هم البروتينات اللي بتشارك. اول بروتين اللي هو الهيليكيز، شو وظيفته؟ انويندز بارنترال دبل هيليكس ات ذا ريبليكيشن فورك. هي عارفين هالوظيفه انه بيعمل انويندنج للدبل هيليكس. اوكي بفصل الدبل هيليكس عن بعضيهم. ثاني شيء سنجل ستراند بايندينج بروتينز، هدول بيربطوا بالسنجل ستراندز اللي تم فصلهم عن بعضهم عشان يمنعوهم من انهم يرجعوا يتصلوا ببعضهم، عشان هدول لازم يشتغلوا كتمبلت. اوكي بعدين عندي التوبو ايزومريز، حكينا التوبو ايزومريز زي سلك التليفون، لما افصل الدي ان اي عن بعضهم من جهه بصير الجهات الثانيه اللي مش مفصوله تلف على بعضيها، وهذا إشي مشكله. فمين بيجي؟ بيجي عندي التوبو ايزومريز تو ريليف الاوفر ويندنج سترين، عشان يخلصنا من الضغط اللي جاي من الشلبكه هي. اوكي ahead of the replication fork، يعني بعد replication fork هذا الضغط بصير. اوكي by breaking بيكسر قطع الدي ان اي الملتفه حوالين بعضها، swiveling بيشيلها عن بعضها، and rejoining the DNA strand بيرجع بركبهم بالشكل الصحيح. اوكي بعدين عندي انزيم البرايميز اللي بصنع لي البرايمر. اوكي بعدين عندي انزيم الدي ان اي بوليمريز 3 اللي هو بنستعمله للانتي بارل الونجيشن. بعدين عندي الدي ان اي بوليمريز 1 اللي بيعمل ريموفال للار ان اي البرايمر وبيستبدله بقطعه من الدي ان اي نيوكليوتايدز ادد تو 3 برايم اند اوف ذا ادجسنت فراجمنت. هاي الاتجاهات يعني احفظوها، احفظوا وين هو بضيف ومن وين هو بشيل. اوكي دي ان اي لايجيز اللي بيربط الاوكازاكي فراجمنتس اوف ذا لاجينج strands ببعضهم. اوكي فهو بيربط ال 3 برايم اند اوف ذا دي ان اي ذات ريبليسز برايمر تو ذا ريست اوف ذا ليدنج ستراند دي ان اي. اوكي اخر شيء مين بيربط؟ بيربط الليدنج مع اللاجنج، هو اخر شيء. اوكي يعني هون بالرسمه هدول اخر شيء الليدنج واللاجنج هدول لازم اربطهم من النص. اوكي لازم اربطهم من هون تمام. هاي شغل انزيم اللايجيز.
اوكي هيك خلصنا تلخيص الانزيمات اللي بتشارك بهي العمليه. ضل عندنا شغله واحده انه نعرف انه الانزيمات هاي ما بتكون موجوده لحالها بل بتكون موجوده على شكل دي ان اي ريبليكيشن كومبلكس. خلينا نشوف شو يعني دي ان اي ريبليكيشن كومبلكس. And it's traditional and convenient to represent. It is traditional and convenient to represent DNA polymerase molecules as locomotives moving along a DNA railroad track. But such a model is inaccurate in two important ways. بقول لك هم بيشبهوه بالقطار. Okay. First, ليش غلط؟ The various proteins that participate in DNA replication actually form a single large complex بسميه DNA replication machine. إذا هم حكينا بيتخيلوا لي إنه DNA عبارة عن سكة حديدية والـ DNA بوليمراز 3 ماشي عليها زي القطار، ولكن هذا مش دقيق الكلام. ليش؟ لأنه وجدوا العلماء إنه البروتينات كلها بتكون ملزقة ببعضها، يعني الهيليكيز، اللايجيز، البوليمراز 1، البوليمراز 3، السنجل ستراند بايندينج بروتينز كلها بتكون لازقة ببعضها، بتعمل كومبلكس واحد، اوكي؟ كومبلكس من البروتينات، كلهم ملزقين ببعضهم، اوكي؟ بحكي لك انه مش هم اللي بيمشوا على السكه الحديديه اللي هي الدي ان اي، بالعكس الدي ان اي هو اللي بيمشي خلالهم، اوكي؟ هذا النموذج ادق من الكلام اللي احنا كنا نشرحه فوق، اوكي؟ فالدي ان اي هو اللي بيمشي خلال هذا الكومبلكس. فماني بروتينز انتر اكشنز فاسيليتيت ذا افشنسي اوف ذيس كومبلكس، يعني عندي عده بروتينات تلتحم ببعضها علشان تسهل هذا الموضوع. فور اكزامبل باي انتراكتنج وذ اذر بروتين at the fork, primase apparently acts as molecular brake, slowing process progress of the replication fork and coordinating the placement of primers and the rates of replication on the leading and lagging strands. وبقول لك البرايميز نفسه لما يكون رابط ببروتينات تانية ببطئ البروجريس تبع الريبليكيشن فورك. ليش بدنا اياه يبطئه؟ بدنا اياه يبطئه عشان اللي يصير فيه ريبليكيشن كامل بهي البابل، بعدين تمشي الفورك شوي تانية لحد ما تخلص شغل، يخلص شغل الدي ان اي بوليمريز. هي تاني، هي اول اشي بيفرقوا عن نموذج السكه الحديديه لما حكينا انه دي ان اي سكه حديديه والار ان اي دي ان اي بوليمريز بيمشي عليه. سكند ذا دي ان اي ريبليكيشن كومبلكس may not move along the DNA rather the DNA may move through the complex during the replication process. اذا شغلتين، اول شيء حكوا لك انه البروتينات بتشكل كومبلكس، ثاني شيء انه الدي ان اي هو اللي بيمشي جوات الكومبلكس مش الكومبلكس هو اللي بيمشي على الدي ان اي. اوكي ان يوكاريوتيك سيلز multiple copies of the complex perhaps grouped into factories may be anchored to the nuclear matrix. اوكي اذا بقول لك انا عندي اكثر من نسخه من هذا الكومبلكس، يعني مش كومبلكس واحد عندي فيه عده بروتينات، لا عندي كومبلكسات كثيره اوكي فيها عده بروتينات، فبيشتغلوا كمصانع جوات النيوكليار ماتريكس لانه الدي ان اي موجود بالنيوكليوس. اوكي A framework of fibers extending through the interior of the nucleus. هذا بيعرف لك النيوكليار ماتريكس انه هو عبارة عن الفايبرز بتكون موجودة جوات النيوكليوس. عادي مش مشكلة هاي الجملة. اوكي Experimental evidence in some type of cells supports a model in which two DNA polymerase molecules, one on each template strand, reel in the parental DNA and extrude newly made daughter DNA molecules. اوكي فبقول لك انه هو الدي ان اي هو اللي بيمشي على الـ هذا الكومبلكس. اوكي فهم بيشبهوه زي هو القطار اللي عماله بيمشي. اوكي هذا بيسموه شو In this so-called trombone model, the lagging strand is also looped back through the complex. برضو lagging strand بتمشي. هذا كله ما رح تفهموه إلا إذا شفتوا الصورة. فخلينا نشوف الصورة. هاي الصورة يا جماعة تلخيص لكل إشي حكينا. هاي الصورة تلخيص لكل إشي حكينا. منشوفها بمحاضرة المراجعة إن شاء الله. خلينا هلا نشوف الصورة اللي هي الترومبون. موديل هاي الترومبون موديل اوف ذا دي ان اي ريبليكيشن كومبلكس. اذا اسمه الترومبون موديل. اوكي بفرجيك اياهم، شايفين كيف البروتينات هي كلها مرتبطه ببعضها، هاي الهيليكيز رابط مع الدي ان اي بوليمريز رابطين ببعض عاملين زي كومبلكس. اوكي فهم ده بيمشي جواتهم الدي ان اي. اوكي والاوفر اول دايركشن اوف ريبليكيشن بيكون بهذا الاتجاه. اوكي كمان رح نفرجيكم اياها بصوره جي اي اف، صوره متحركه احسن عشان توصلكم اكثر الفكره ان شاء الله. اوكي اذا whether the complex
moves along the DNA or whether the DNA moves through the complex, either uncoded or not, are still open, are resolved the questions that are under investigation. Okay, يعني بقول لك لسه مش واضح بالضبط شو اللي عماله بصير، يعني لسه مش واضح مين اللي عم بيمشي جوات الثاني، يعني هم عم بيحاولوا بالتجربة يستنتجوا هذا الإشي. It is also possible that the process varies among species. بقول لك إنه ممكن يكون في اختلافات من species لسبيشيز، من نوع لنوع تاني، من كائنات لكائنات تانية، فإحنا لسه مش واضح حتى نقدر نحكم إيش اللي عماله بصير بالضبط. أوكي. فإذا مش غلط، خلينا المراحل الصورة سريعا. أوكي، إذا bleeding strand helicase unwinds the parenteral double helix. الهيليكيز بفصل البرنترال دبل هيليكس، بيجوا سينجل ستراند بايندينج بروتين بيمنعوا الدبل هيليكس من انهم يرجعوا يربطوا ببعض. بالليدنج ستراند عادي بيجي الدي ان اي برايميز بيجي بيعمل لي برايمر واحد، بعدين بيجي البوليمريز 3 بيكمل الشغل دغري، فما بتغلبني الليدنج ستراند. بس باللاجنج ستراند هي اللي بتغلب، بيجي عندي البرايميز بيجين سينثيسيس اوف ار ان اي برايمر فور ذا فيفث اوكزاك فراجمنت. فيفث يعني قصده الخامسه، يعني هون صار عندي خمسه متكون، يعني احنا مبلشين من هون كنا. فبرايمر بعدين بوليمريز بعدين برايمر بعدين بوليمريز، كل ما نخلص من قطعه بيجي عندي دي ان اي بوليمريز 1 بيستبدل الار ان اي برايمر، بيستبدله بقطعه دي ان اي، بعدين بيجي عندي انزيم اللايجاز بربطهم ببعض. اوكي، فهون عندي الثلاثه برايم اند تبعت الاوكازاكي فراجمنت الاولى، ربطها بالخمسه برايم اند تبعت الاوكازاكي فراجمنت الثانيه، هيك قصده. اوكي، 3 برايم اند بخمسه برايم، 3 برايم بخمسة برايم، يعني بربط النهايات ببعضيها. اوكي، طيب يعطيكم العافية.